بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رجعت لكم بفيديو جديد عن تدريب الكوكتيل والرز، والاتنين مع بعض. الجزء الثالث إن شاء الله هوري لحضرتكم الاستجابة بتاعت الكوكتيل. بص يا جماعة، أنا هفتح له الباب اهوت، هجرب. تعال تعال، ما شاء الله ما شاء الله. بص يا جماعة، هو طلع على صدري على طول. بسم الله ما شاء الله، هتبص. بسم الله ما شاء الله. بص يا جماعة، الكوكتيل يعني بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. محدش يقول لي الروز، روز مين ده؟ بص طلع من القفص ازاي. تعالى بقى نجرب مع الأهبل التاني اللي اسمه الروز دوت. تعال قفل الباب. بص مفيش مقارنة يا جماعة، مفيش وجه مقارنة. تعال 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 تعال. تعال تعال يلا تعال. يا دي الباب بتاع القفص، اثبت يا عم الباب. تعال كوكتيل عمال يطير، فاكرني بنا دي. تعال انت تعال. مفيش يا جماعة وجه مقارنة، ما شاء الله. يعني الكوكتيل كوكتيل الله اكبر عليه، بيفهم كويس جدا. بسم الله ما شاء الله، بس استجاب. بسم الله ما شاء الله، تدريب عالي. كوكتيل ده بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني في التدريب بيستجاب بسرعة كده يا جماعة. يعني النهاردة ربع يوم او خمس يوم تقريبا، ربع يوم انا الحوار التدريب الاتنين دول. كوكتيل استجاب بسم الله ما شاء الله، بناديجي ولسه مع العلم لسه صغير. يعني ده الناس اللي بتفهم في كوكتيل ده ذكر، بس لسه صغير في السن، مش نتاية. ده ذكر، بص بدأ يصفر الوش، بدأ يصفر ازاي. ده دليل مليون في المية ده لسه فرد ما كملش حتى 4 شهور لسه. انا ما بعرفش يغرد ولا الكلام ده، ما شاء الله. يعني ايه، خد عليا ما شاء الله. لكن الرز اخد عليا، ما بيعدش خلاص، كسرت حاجز العض عنده، ما فيش الكلام ده. بس لسه عنده رهبة الخوف لانه بيخاف من الكوكتيل، ما تفهمش ليه. بس انا حاول ان شاء الله فيديو جديد اخليهم الاتنين يلعبوا مع بعض وياخدوا على بعض. بس هو المسألة مسألة وقت يا جماعة. اللي بيدرب يعني بيرفع فيديو بعدها بشهر، بعد 3 شهور. لكن انا مفيش، انا لايف معاك، لايف يوم بيوم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.